بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. مش من عادتي ان انا استعجل ولا من عادتي ان انا بحكم احكام مسبقه، بس معلش الفئه اللي كانت بتقول ان احنا بعد رحيل ميسي هننافس على الهبوط دي، معلش يابا الكلام ده ليك انت، انت مش برشلوني، معلش انت جيت لنا في مرحله ميسي وبعد رحيل ميسي هتروح مع باريس سان جيرمان. انا رحت باريس سان جيرمان عشان اشجع اشرف حكيمي قبل ميسي، ورحت اتفرج على الفيديو بتاع السوبر الاوروبي يعني علشان خاطر ما نقعدش نخش لابسه في الموضوع ده، معلش يعني ده في البدايه كده. انما لو قعدنا نتكلم على برشلونه وهل برشلونه فعلا الموضوع كارثي بعد رحيل ميسي، لا 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 عزيزي الموضوع مش كارثي ولا حاجه. احنا مشاكلنا الاولى والاخيره في خط الدفاع، حتى في وجود ميسي كنا بنعاني في حاله الكوره مش معانا، كنا بنعاني في الاثنين مساكين، وبنعاني كمان في تغييرات السيد رونالدو كومان. فدول مشكلتين ما كانوش بيتعلقوا بمشكله هجوم برشلونه، انما احنا حتى بعد رحيل ميسي عندنا اهداف مميزه اسمها ميمفيس ديباي، لعيب مخضرم مهاجم مميز زي كون اجويرو سنواته الاخيره في عالم كره القدم، يقدر يقدم مستوى مميز في الدوري الاسباني، لعيب زي انطوان جريزمان مستنيين منه حاجات كتيره جدا، لعيب زي انسو فاتي منتظرين ان هو يشيل خط هجوم برشلونه بجانب عثمان ديمبلي علشان يجينا اللعيب المنسي الوحيد في خط هجوم برشلونه ويقدم مباراة مميزة جدا النهاردة قدام ريال سوسيداد، ألا وهو الأسطورة الحية مارتن بيرسوايت. مارتن بيرسوايت اللي فاجئنا كلنا جمهور برشلونة النهاردة، اللي هو مستنيين إن ممفيس ديباي يشيل الفريق، مستنيين إن إحنا نلاقي انتفاضة من أنطوان جريزمان، مستنيين نشوف إن بدري وبوسكيتس وفرانك ديونج الثلاثي على العهد في نص الملعب والكرة الجميلة اللي بيقدموها، سيرجينيو ديست والثبات والمستوى المميز اللي بيقدمه من وقت وصوله برشلونة، والناحية التانية موجود جوردي ألبا، جوردي ألبا اللي طبعًا هيطلع قدامه ويبص حواليه ما يلاقيش في ميسي، فمضطر إن هو يلعب عالي أو مضطر إن هو يلعب لتحت لأي لعيب جاي سواء فرانكي أو بدري، وخلاص مرحلة ما بعد ميسي لازم كلنا نتقبلها ونتقبل إن خلاص ميسي مشي وإن إحنا بقينا في واقع ان احنا لازم نلعب بغير ميسي، والواقع ده ممتع لانك هتتفرج على فريق برشلونه في جانب جماعي اكتر من جانب فردي واعتماد على لعيب واحد، ودي حاجه انا بحبها جدا، ويمكن اغلب مشجعين برشلونه بيحبوا الكره الجميله وبيحبوا التيكي تاكا والكره السريعه ومن رجل لرجل والكره اللي بنلعبها بسهوله ويسر في المساحات الضيقه وسط ضغط المنافسين، احنا بنحب الكلام ده وبنحب الشغل ده، وفريقنا بيقدر يؤدي الشغل ده بطريقه مميزه جدا في عدم وجود ليونيل ميسي، والموضوع كان واضح ان الموضوع موضوع سيطره شخصيه ميسي في الملعب كانت طاغيه على اللعيبه كتير، فمع رحيل ميسي كل واحد هيعمل اللي هو عايزه في الملعب، كل واحد هيأدي بطريقه جماعيه مع الفريق، كل واحد هيكون بيحاول ان هو يساعد الفريق، فالفريق هيكون هو النجم الاول والاخير، والمنظومه هي اللي هتكون بتطور اللعيبه واللعيبه بيطوروا نجاح المنظومه، فالموضوع هيبقى عباره عن منظومه اكتر ما هو من نجم واحد، ودي حاجه كانت مميزه لينا جدا ان احنا بنحب برشلونه عشانها بنحب الكره الجميله اللي هي بتعتمد على المنظومه اكتر من اللعيب الفردي والفرديات. كان عندنا رونالدينيو كان عندنا ميسي، بس الفريق برده في مرحله رونالدينيو وفي مرحله ميسي كان في البدايات دايما الموضوع كان عباره عن عمل جماعي، والموضوع كان عباره عن كره جميله بيقدمها الفريق كله ككتله واحده، ما كانش الموضوع متعلق باشخاص فقط. انما مرحله ما بعد ميسي هنرجع بقى للكلام ده وهنرجع نتفرج على الفريق كمنظومه، قدمنا اداء مميز النهارده قدام ريال سوسيداد، اداء مميز جدا بيتالق فيه مارتن بيرسوايت، بيتالق فيه ممفيس ديباي. ممفيس ديباي اللي اضافه مميزه جدا جدا لخط هجوم برشلونه، خط دفاع برشلونه لسه هو العامل الاضعف في المعادله برغم ان جيرارد بيكيه سجل هدف الاول. بيكيه انا كنت نزلت بوست عندي على الصفحه بتاعتي قلت ان انا بعد اللي بيكيه عمله وبعد كل التنازلات في الراتب بتاعه صعب ان انا انتقد بيكيه جوه الملعب، وصعب اقول ان بيكيه مستواه سيء، الراجل بيرد عليا وبيسجل هدف اول لبرشلونه عشان خاطر يفتح الجيم، وبعدها بيقدر بريسوايت يسجل هدف تاني علشان خاطر الموضوع يبدا ان هو يبان متسهل للعيبه برشلونه، اللي هو يا جماعه ناخد الثقه ونلعب كورتنا وهنقدم اداء مميز جدا، فعلا برشلونه بيقدم اداء مميز وبرسوايت بيضيف الهدف الثالث علشان خاطر بعدها تبدا مشكله برشلونه الثانيه بعد الدفاع وهي تغييرات السيد رونالدو كومان، وطبعا سيرجيو روبرتو، يلا سيرجيو يا حبيبي يلا ننزل ملعب، ويلا بابا يلا ننزل ملعب بقى في مكان فرانك ديونجو والناحيه الثانيه ديست وينزل مكانه ايمرسون ونلاقي شويه مشاكل وحنكشه كتير ونلبس الهدف الاول، نسكت على كده؟ لا، نلبس الهدف الثاني عشان نبقى قاعدين حاطين ايدينا على قلبنا ونقعد نلعب بسلسفيل اللي جابت كومان وسلسفيل اللي جابت سيرجيو روبرتو ثاني، لا عشان يجي سيرجيو روبرتو ويجيب لنا الهدف الرابع اللي هو انا مش عارف اشتمك ولا مش عارف اقول لك ان كويس ولا اشجعك بالهدف ولا اقول لك اللي نزلك الملعب اساسا، يعني احساس كان متناقض جدا بعد هدف سيرجيو روبرتو الرابع اللي هو طب انا افرح لك ولا اشتم على نزلك علشان لما انت نزلت الماتش صعب ولا الدنيا بالنسبه لك عامله ايه علشان المباراه تنتهي 4-2، بس الامانه الهدف اللي احرزه ماركو روزابال في الفاول كره جميله جدا وكره مميزه جدا نيتو حاول فيها، بس الموضوع كان صعب جدا والكره عليت جدا علشان خاطر نقعد نتفرج على مباراه برشلونه قدم كره جميله جدا، قدم كره مميزه، ثلاث نقط مهمين جدا في البدايه وفي تحيه الموسم علشان خاطر ناخد الثقه والفريق ياخد الثقه في مرحله ما بعد ميسي وتالق الاسطوره بيرسوايت
اللي شكلي كده هبدأ أغير وجهة نظري عنهم. لو عجبك الفيديو ممكن تعمل لايك، لو ما عجبكش اعمل سبسكرايب او اعمل شير.